كثر هم الأئمة في ألمانيا الذين يخطبون في مساجد هنا بلغتهم الأم. هؤلاء يؤرقون السلطات الأمنية التي تتخوف من دورهم في تطرف شبان هنا. وزير الداخلية الألماني يريد أن يضع حداً لذلك، فالعام المقبل سيتم افتتاح معهد ديني في مدينة أوزنابروك في غرب البلاد بهدف تدريب أئمة مسلمين. رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك كان من شجع ونسق مع الداخلية على اعتماد هذه الخطوة التي يصفها ببالغة الأهمية لمواجهة التطرف. هي فرصة لتحصين المسلمين من الأفكار المتطرفة. إذا فهمنا الدين بمعتقده الوسطي، عندها يمكننا تحصين أنفسنا من التطرف والإرهاب والأفكار المريضة السامة. 90% من الأئمة في ألمانيا يأتون من تركيا، وهم يتبعون لما يعرف بدتب التابعة بدورها لرئاسة الشؤون الدينية في أنقرة. نحن لابد أن نسعى إلى إيجاد حالة إسلامية أوروبية، بمعنى إمام له ارتباط وثيق جدا بالجذور بالنص الديني وفي نفسه متجذر في المجتمع الذي يعيش فيه، وهو المجتمع الألماني والأوروبي. هذا الإمام التونسي الذي يعيش في ألمانيا منذ أكثر من 30 عاما يعتبر أن فهم اللغة مفتاح للاندماج، ويقول بأن الأئمة الذين يتحدثون الألمانية يساعدون بذلك المسلمين على فهم المجتمع. معهد أوزنابروك سيخرج العام المقبل 30 إماما فقط، والداخلية الألمانية تعي بأن الطريق طويل وبطيء لمواجهة تأثير أنقرة على الجالية المسلمة هنا الآتية بمعظمها من تركيا، ولكنها تعتبرها البداية على الأقل، وقد تكون خطوة أولى لخطوات قد تتبعها. راغدة بهنام، الحدث، برلين.